أهلا بكم مشاهدينا مجددا، نواصل أخبارنا. وفي الشأن الأمني، تدعمت قيادة الدرك الوطني بأربع دفعات جديدة من ضباط، قوامها 600 ضابط من بينهم أجانب. أشرف عليها اللواء قائد الدرك الوطني أحمد بسطيلة، وبحضور شخصيات عسكرية ووطنية، إلى جانب وزير الداخلية والجماعات المحلية، وكذا وزير الصناعة والمناجم محمد بومجو، عاد بالتالي: من دائرة القيادة والأركان النقيب. هذا التخرج كان ثمار 3 سنوات من التكوين، سنة بالأكاديمية العسكرية المختلف الأسلحة بشرشير، وسنتين بالمدرسة العليا للدرك الوطني. هذا التكوين شمل الجانب العسكري والجانب التخصصي المتمثل في ممارسة الشرطة الإدارية، الشرطة القضائية، الشرطة العسكرية والشرطة القضائية العسكرية ومجمل الشرطات الخاصة. كنا بالمدرسة العليا للدرك الوطني تكوينا خاصا يتطرق مختلف الميادين القضائية والعسكرية، وبهذا نكون جاهزين لرفع التحدي.